نحيي السيد قائد الجماعة والسيد النائب المحترم الحاج عبد الله بن حسان والدرك الملكي والوقاية المدنية ونحيي الحضور. هناك قصيدة باللغة العربية بمناسبة استقلال المغرب الحبيب وهي منشورة في وجدة سيتي. ما أشمل اليوم الذي أريحنا فيه من استعمار بنضال ملك وشعب عظيمين قد باء بانتفاض. ملك وشعب رفع راية الحرية بكل افتخار. كيف يأفل من سماء القلوب منير الأقطار. تصدى بكل حزم لابتلاء ساقته يد الأقدار. ملك ما أغراه شيء ولا أخيف بالقصار. أبعد بالجسد أما الروح فمكثت في الديار. القصيدة طويلة نمر إلى قصيدة باللغة الفرنسية وهي لجور دو لانديبوندونس. لجور دو لانديبوندونس. Quel joyeux jour où il a vu le jour. Fin d'un occupant qui alla sans retour. Grâce aux efforts d'un militant roi. Roi dans la lutte, les a remplis d'effroi. Aucune séduction ne l'a fait se rendre. Son fort défi les a obligés de l'entendre. Rien ne fit le plaire sauf leur départ. Et les affaires de l'État Alka. Au choukran.